هاي حلميا كيفكم؟ وصلنا هلا تشابتر 3 بماده السيتولوجي اللي هو البلازما مامبرين. طيب هلا هذا الفيديو شو راح يطلع طويل فبتمنى تتحملوني بس لانه ما في طش الافكار عرفتوا. طيب مثل ما تعودنا حنبلش بانترودكشن. شو تعريف الكومبارتمنتاليزيشن؟ سبق مرقناها هيدي وين؟ عند اليوكاريوتس. برافو، هيدي خاصيه بتميز اليوكاريوتس عن البروكاريوتس. الكومبارتمنتاليزيشن هو ان نقسم السيل في بقلبها كومبارتمنتس، ديفرنت كومبارتمنتس او سيبريت كومبارتمنتس اللي هن الاورجانيلز يعني. اوكي، مين يلي بقسم لي اياهم؟ الممبرين، السيل ممبرين. برافو، يعني انا ببلش في عندي ممبرين كبير اللي هو بيحيط بالمدين اللي هي مين؟ السيل. شو اسمه هذا الممبرين؟ اسمه بلازما ممبرين، هو غشاء الخليه. طيب قلب هالسيل في عندي اورجانيلز، ديفرنت اورجانيلز، في عندي الميتوكوندريا، لايزوزوم، جولجي ابريتس، النيوكليوس، كل هودي. تمام، هودي عبارة عن organelles compartments. كل compartment فيه له membrane خاص فيه. ليش؟ حتى افصله عن membrane التاني، عن اللي صار compartment التاني. اوكي، حتى ما يدخل functions ببعضهم او يفوتوا الانزيمات ببعضهم، فهي كل واحد لحاله independent من التاني. هودي بنسميه endomembrane بس. اوكي، membranes اللي هنا من اسمه cytoplasmic والnuclear. nuclear اسمها هي للnucleus، cytoplasmic اللي هن كل الorganelles اللي موجودين ببقية سيتوبلازم. اوكي، فاذا شو الهدف من الا من الممبرينز؟ ان نعمل ايزوليشن لكل اورجانيل عن الثاني. طيب شو وظائف هودي الممبرينز؟ عاده في عند الجنراليتيز بالوضع بالفانكشنز، مثل هودي الممبرينز ممكن يكونوا allow the transport of some molecules. يعني كيف يعني؟ ناخذ اكزامبل مثلا البامبس، التشانلز يلي ممكن يمرقوا لي مثلا صوديوم، ممكن يمرقوا لي مثلا الووتر، او حتى الهرمونز. في بعض الهرمونز بيكون الريسبتورز تبعتهم جوات السل، مثل الليبيد هرمونز، صح ولا لا؟ فبدهم يفوتوا. من كيف بيفوتوا هودي؟ في بوابات يلي هن يلعبوا دور ال بيكونوا موجودين صار على الممبرين. اوكي، في عندنا ثاني فانكشن اللي هو سيلكتيف بيرميابيليتي، يلي هو مش كل شيء يعني الممبرين هيدا مش كل شيء بمرق، ولا باكي شيء في شيء بضر توكسيك للسل كيف بدي فوتها. ففي عندي سيلكتيف بيرميابيليتي. اوكي، ممكن يفوتوا بريسبونسز اند اكستر. اوكي، عندي مثل مين؟ مثل النيرف سيل، مثل النيورون. النيورون حسب الاكشن بوتنشال بتجي، هيدي خاصه بالالكتريسيتي اكيد، في تجي سيجنال هي عباره عن الكتريك سيجنال، بتقوم بتفتح لي تشانلز او لين البامبس، الصوديوم بوتاسيوم بامب بتتذكرون. فهذه كمان اكوردنج تو البولاريتي بولاريزيشن يعني. ممكن يكون حتى الممبرينز في سايد اوف سام رياكشنز، حتشوفوا مثلا بكره بالميتوكوندريا في عند البرودكشن اوف اي تي بي كمان بتصير عاده رياكشن بالانر ممبرين مثلا او شيء. في عند الفوسفوريليشن، في عند سيل ريسبيريشن، هودي اكزامبلز بكره كلهم بتقدروا تاخذوهم ان ديتيلز ببقيه الشابترات. اوكي، هلا الممبرينز من شو مصنوعين؟ مينلي فوسفوليبيدز، اكيد في بروتينز بس انه كليبيدز عم نحكي، هن فوسفوليبيدز. هلا نرجع بنشوفه. طيب نيجي هلا للبلازما ممبرين اللي هو موضوع درسنا. شو الكاركترستكس تاعته؟ اول شيء هو فيري ثين، كثير هيك رفيع، ما بينقشع الا بالالكترون مايكروسكوب. هو فراجايل، فراجايل يعني هيك انه بيتقطع قابل للتقطيع يعني، عرفتوا كيف؟ هلا كيف اكتشفوا؟ في له قصه. في كذا عالم يعني عملوا اكسبيرمنت استخدموا فيه الاوزميوم تتركسايد. الاوزميوم تتركسايد هي عباره عن بولر موليكل. اوكي، يعني شو يعني بولر موليكل؟ يعني تعمل بايندينج مع مين؟ مع البولر كومباوند، يعني مثل الووتر، كل شيء هيدروفيليك، كل شيء او ازموفيليك بالاحرى، خلينا نكون دقيقين اكثر، كل شيء ازموفيليك بتروح تعمل بايندينج معه. اوكي، يعني تعطيني لون الغمائة اند راديو اكتيف ستينينج يعني. تمام، وكل شيء ازموفوبيك ما راح ازموفوبيك، يعني عنده فوبيا من الاوزميوم تتركسايد، هو تعلمناهم باول شيء بالانترودكشن، يعني ما راح تعمل معه بايندينج. تمام، فلما زدتوا الاوزميوم تتركسايد على البلازما ممبرين وقت كان عم يعملوها على الريد بلاد سيل وقتها هيدا الاكسبيرمنت، المهم باين معهم بالصوره هيك. شو يعني هيدي الصوره؟ نطلع، هيدا شايفين هيدا الغمائق، هيدا الخط الغامق، هيدا اللي هون، هيدا عباره عن شو؟ انه الاوزميوم تتركسايد راح عامل بايندينج مع هيدا الشقفه، صح ولا لا؟ مع هيدا البارت. طيب وهيدا الخط الغامق اللي فوق كمان بتدلنا انه الاوزميوم تتركسايد راح عامل بايندينج مع هيدا الشقفه. طب هيدا الشقفه اللي هون الكلير بالنص، هيدا شايفين هيدي كثير رفيعه، هيدا شو وضعه؟ ليش الاوزميوم تتركسايد عامل معها بايندينج؟ ليش هي وحده من فوق وحده من تحت وبالنص ضلت فاضيه؟ هيدا دلني، هيدا بنسميه تريلامينر ابييرنس، يعني اندر مايكروسكوب الكترون مايكروسكوب تبين معي انه في عندي تريلامينر ابييرنس، عندي وحده غامقه، لاير غامقه، لاير فاتحه هون، اوكي كلير لاير، وهون في عندي لاير غامقه، سميناها تريلامينر عشان ثلاثه لايرز بينوا على المايكروسكوب. اوكي، اثنين هن اوزموفيليك عملوا بايندينج للاوزموم تتركسايد، وحده بالنص هي اوزموفوبيك ما عملت بايندينج للاوزموم تتركسايد. هذا الشيء بدلنا انه شو؟
اللي البلازما برين از ليبيد باي لاير، باي يعني اثنين. هتقولي كيف تراي باي؟ الفكره ما فيها انه هون بتلعب دور. طلع شو الفكره، انتوا عندكم نحن اتفقنا بعاده بالانفيفيليك ليبيدز كيف يكون شكلهم، بولر هيد وتيل انان بولر، بولر هيد نان بولر تيل، بولر هيد نان بولر تيل، بولر هيد نان بولر تيل. اوكي نفس الشيء من تحت، بولر هيد نان بولر تيل، بولر هيد نان بولر تيل، لا بولر هيد نان بولر تيل. هيدا عمل لي البلازما برين. فالكلير لاير اللي هي تعتبر هيدي، هيدي الشقفه، هيدي بنسميها نون بولر تيلز. اوكي هيدي هي مثلت لي مين؟ الكلير لاير بال بال بالستينينج. اوكي يعني ما عملت بايننج للازوميا تتكسر، لان هي نون بولر اصلا، ما بتحبوا للازوميا، الازوميا از بولر بولر موليكول، اما هن هودي هن نون بولر، كيف بدها تعمل مع بايندينج؟ ما قدرت. تمام. بس مثلا الهيدز تاعتهم هودي شو ما كان نوع الهيد ما بيهمني انا، المهم هودي الهيدز عباره عن بولر هيدز، سو قدروا يعملوا بايندينج مع الازموم تتكسايد. اوكي لهيك اعطاني هون غماقه وهون غماقه، اما هون كانت كلير ال كلير بالماكروسكوب. تمام وضحت الصوره. فاذا هلا عرفنا انه ليبيد باي لاير، البلازما برين از ليبيد باي لاير ميد اب اوف تو بارتس، في عنا الفوق اللاير الفوق اوريته في بولر، بالنص هيدروفوبيك تيلز، هيدروفوبيك تيلز اند بولر هيدز. هذا هو ترتيب تاعهم. هلا شو الخاصيه بتميز البلازما برين؟ اول شيء هو عنده اسيمتريكال ديستريبيوشن، يعني هذا اللاير اللي فوق مش ما تكون هي زي الطب الاصلي يعني كفوتوكوبي عن اللاير التحتانيه ابدا. في عندي مثلا ممكن تشوفوا فوق، اهم شيء بيميزهم وجود الجلايكوكاليكس من برا، يعني في عندي شوغرز من جوا، ممنوع من عند بيت ان يكون في عندي شوغرز، ممنوع لاقي انا بالهيدا بالسيتوزاليك او سيتوبلازميك ليفلت، ممنوع لاقي انا فيها شوغرز معلقين عليها. تمام هلا بعد شو بحكي عنها هيدي الكاركترستيك. فاذا اذا استعملت هيدا السلايد قلنا البلازما برين كيف اكتشفوه، استخدم الاوزيوم تتركسايد، طلع عند تريلامينر ابييرنس، اثنين بارتس مثل ما صار في عنده اوزموفيليك انتر اكشن، صار اوزموفيليك بارتيكلز مش بارتيكلز ماليكلز عملوا معه بايندينج، وفي عندي بارت اللي هو الكلير اللي هو اوزموفوبيك لاير. طيب نجي هلا للكومبوزيشن اوف ذا بلازما برين، شو مؤلف هذا البلازما برين؟ هلا هون البروبورشنز شوي ما تحفظوا لانه ممكن يكونوا بيختلفوا من سل لنوع سل تانية، بس انه اجمالا في بقلبه ووتر، في بقلبه اكيد ليبيد، اكيد اكيد صار اكيد ليبيد، اكيد بروتينز، وفي بقلبه كربوهيدرات اللي هن جلايكوليبيدز انا جلايكوبروتينز، لانه وين موجودين؟ هو حد يا حذركم دائما موجودين عندنا وين؟ من برا. اتفقنا؟ فاذا الكربوهيدرات مش موجودين من جوا مستحيل نشوفه نحن من مادة الليفلت الجوانيه، دائما هن على الاكستيرير لاير، الاكسترنال لاير. اوكي هلا في نقطه صغيره هون بليز انتبهوا لها، دائما الريشيو للبروتينز على الليبيدز دائما هي اكبر من 1، شيء يعني اكبر من 1 يعني دائما نسبه البروتينز هي اكثر من الليبيدز باي ممبرين كان. اوكي ولو ممكن الريشيو سوري البروبورشن تختلف، يعني ممكن تلاقوا مثلا ممبرين في قلبه مثل هون 60% بروتينز 40% ليبيدز، ممبرين تاني تلاقوا مثلا 70% بروتينز و 30% ليبيدز. اوكي صار في اختلاف بالبروبورشنز بس بعدنا محافظين انه البروتينز لازم يكونوا اكثر من الليبيدز. تمام هي المقصد من هيدي النقط. طيب بنبلش اول شيء بالممبرين ليبيدز. الممبرين ليبيدز اتفقنا هنا عباره عن يكون لازم يكونوا انفيباثيك، شين انفيباثيك ان عندهم اي بولر تيل او بنسميه نون بولر يعني نون بولر تيلز وبولر هيد. تمام شو انواع الليبيدز اللي موجودين عندي انا بالممبرين؟ عندي ثلاثه، عندي الفوسفوليبيدز اللي هن اكثر شيء موجودين، عندي الكوليسترول وعندي الجلايكوليبيدز. طيب بنبلش اول شيء بالفوسفوليبيدز. اتفقنا الفوسفوليبيدز هو كله مرقوا معنا بالشابتر 2 فلهيك عملوا عليها على السريع لانه اخذناهم ان ديتيلز وخدنا اكزامبلز عليهم كمان. اتفقنا الفوسفوليبيدز في عندي نوعين، في عندي سفينجوزين ديرايف فوسفوليبيد وعندي جليسترول ديرايف فوسفوليبيد. ذكروني يلا تذكروا معي الجليسترول من شو مؤلف؟ مؤلف جليسترول ديرايف فوسفوليبيد شو يعني؟ مؤلف من حبة جليسترول، تو فاتي اسيدز، فوسفيت جروب وبولر موليكول معلقة على هيدي الفوسفيت جروب، صح ولا لا؟ يلا السفينجوزين كمان، السفينجوزين فوسفوليبيد مؤلفين من شو اتفقنا؟ من سفينجوزين بلس فاتي اسيد، بلس فاتي اسيد كمان حدا يعني هي السفينجوزين مع الفاتي اسيد بتعمل لي سيراميد. لحظة، سفينجوزين مع الفاتي اسيد، مع فاتي اسيد بتعمل لي سيراميد سوري، ومع فوسفيت جروب وفي عندي بولر موليكول ممكن تعلق هيدي فوسفيت جروب. تمام؟ هي بالنسبة لأنواع الفوسفوليبيدز. طيب هلا الفوسفوليبيدز عادة أو الليبيدز إجمالا أخذناها هيدي بس مريناها بشابتر 2 اللي هو البيهيفير أوف ليبيدز إن ووتر مثلا. يعني لما حط أنا ليبيدز قلب ووتر
يلي هو شو؟ نفس السل. نحن نعرف السل إنه تقريبا 70% ل80% هي منها كلها مي، صح ولا لا؟ ما أنا لما أحط ليبيدز بقلب المي اللي هو بلازما مبرين، هو عبارة عن ليبيدز معظمه، لما أحطه أنا بقلب هيدا السل حيكون شو يعمل لي؟ حيعمل behavior للليبيدز. كيف حيكون هذا behavior تعولن؟ أول شيء حيصير عنا هذا اللي هون البودر هادز، هو مش عم تكتب، أوكي هلا مش الحال مفروض، أوكي هو الهادز حيكونوا بودر هادز هي هون، أوكي. واتفقنا التايز وين بيكونوا بيجمعوا بعضهم هيك ليوقفوا حد بعض، هن مثل إخوة بيجمعوا بعض حتى هيك حد يبعدوا عن المي water molecules. فالميات بيضلن هون من هالميل من هالميل من هالميلة، أوكي، بيحاولوا يقعدوا فين بعضوا عن المي. هلا إذا نحن كترنا يعني بيكونوا عادة عن الهادز directed toward the water، والتايز بيكونوا بعاد عن الووتر، اوكي. اذا كترنا ده لقنا ليبيدز اكثر بيعملوا شيء اسمه لايبوزوم، هي بنسميها لايبوزوم، لايبوزوم هيها، اوكي تمام. بس هيك عرفوا. طيب نجي لتاني تايب اللي هو الكوليسترول. هلا الكوليسترول هو صراحه مش انه هالانفيباثيك الموليكيول القويه، يعني منه هالانفيباثيك كثير، بس انه اوكي عنده هيك سمول بولر جروب اللي هي الهيدروكسيل جروب تاعيته، وفي عنده اي بولر تايب، بس انتبهوا التايب منه فاتي اسيد. اتفقنا الكوليسترول is not supportable، non supportable lipids، اخذناها هيك بالشابتر 2. اوكي وين موجود هذا الكوليسترول؟ موجود عند الانيمال سيلز، مش عند البلانت سيلز ولا عند البكتيريا. سو بكتيريا اند بلانت سيلز هاف نو كوليسترول ان ذير بلازما ممبرين، اوكي. معنا الميكروبلازما هي اتفقنا دائما ماشي بالقلب هيدا البكتيريا معنا. طيب هذا الكوليسترول شو دوره؟ هو بيلعب دور الباي دايركشن ريجوليتر، هلا عشان نشوفه بس معلومات سريعة هيك عنه. اوكي بعد في نقطة هيدي صغيرة طلب عادة مضايق فيها، خليني مرقها بالرسم. طلع شو الفكرة؟ الكوليسترول موجود باثنين لايرز، يعني انا عندي البلازما برين مؤلف من هيدي اللاير، اوكي، وهيدي اللاير التانية، هيدي اول، هيدي اللاير التحتانية الانترنال لاير يعني ميت سيتوزول، وهيدي اللاير الفوقانية، اوكي. الكوليسترول موجود بالاثنين، يعني بتلاقوا عندكم كوليسترول، حبة كوليسترول، حبة كوليسترول، حبة كوليسترول، حبة كوليسترول عادي بالاثنين. بس ما فيكم تلاقوا كوليسترول موليكول تقطع اثنين لايرز، يعني ما فيكم تلاقوا هيدي كحبة كوليسترول، هيدي غلط، لأن الكوليسترول هيك قصيرة ما طويلة، ما في تقطعوا كله للبلازما مبرين، عرفتوا كيف؟ ما لنا انتجرال بمعنى ثاني، حمرها لكلمة انتجرال أنا ما شو بحاوزها. فإذا الكوليسترول موجود بالاثنين، باثنين لايرز فوق وتحت بالأوتر وبالإنر، بس ما في يقطعوا اثنيناتهم مع بعض فرد دفعة. يعني ما في حبة كوليسترول تقطع ليها اثنيناتهم لأنه منه طويل، أوكي الكوليسترول، ها هي الفكرة بس. طيب الجلايكوليبيدز اتفقنا كل شيء جلايكوزيليتد، كلمة جلايكوزيليتد يعني منزاد له شجر، أوكي منزاد له شجر أو بوليساكرايد يعني أو أوريجوساكرايد، مو منزاد له يعني شجر. معنى من هو موجود اتفقنا كل شيء جلايكوزيليتد بيكون موجود من برا دائما بالإكسترنال ليفلت، بالإكسترنال لاير، اوكي. مستحيل تلاقوا عميت سيتوزيليك لاير في عندي شيء جلايكوزيليتد مثلا جلايكوليبيدز او جلايكوبروتينز. فاذا اتفقنا جلايكوليبيدز معناها ما حكيت الحكي، الجلايكوليبيدز بيشكلوا 10% من الممبرين ليبيدز، اوكي. هودي الليبيدز عاده بيكون موجود اتفقنا بالاكسترنال بارت. they are of two types، في عندي جانجليوسايد في عندي سيريبروسايد. السيريبروسايد هنا عاده بيكون سمبل مهم معنى سمبل نيوترال فريف جلايكوبرو سوري جلايكوليبيدز، وعادة بيكون هون انواع سفينجوليبيدز. اتفقنا هالسيريبروسايد اخذناهم هن عباره عن سيراميد بلس شوجر، وفي عندنا جانجليوسايد اللي هن عباره عن سيراميد بلس شوجر، ممكن يكونوا برانش ممكن لا حسب شو نوعهم، اللي بيكونوا عاده نيجاتيفلي تشارجد، اوكي. ما كنت تفوتوا في الديتيلز بس عرفوا انه في عندنا نوعين هون سيريبروسايد اند جانجليوسايد. طيب نجي هلا للبروتينز يلي موجودين بالممبرين. اتفقنا في عندي ليبيدز حكينا عنهم فوسفوليبيدز جلايكوليبيدز اند كوليسترول. هلا فينا نجي للبروتينز شو انواعهم. اول شيء خلينا نبلش فيه نحكي عنه ان جنرال. البروتينز ذي ار ذا موست اباندنت كونستيتوينتس لحياة الممبرين، اوكي، وبذات البلازما ممبرين. حجمهم بيكون اقوى من الليبيدز، لانه لهيك بتلاحظ انتم في بعض البروتينز بيخترقوا الممبرين مره واثنين احيانا، اوكي. هلا ناخذ انواعهم ونشوف كيف قصدنا فيهم. شو وظيفة هدول البروتينز؟ عادة بيفوتوا بكتير اشياء، ممكن يلعبوا دور الريسبترز، ممكن يلعبوا دور الانزيمز مثل حتشوفوه بالميتوكوندريا مثلا، بيلعبوا دور الريسبيراتوري تشين، ممكن يلعبوا دور الترانسبورترز يعني مثل بوابات هيك بيفوتوا بيمرقوا اشياء او تشانلز حتى بامبس ممكن، وقلنا هرمون ريسبترز مرقناه هون، ممكن يلعبوا دور الانتيجين، كلهم هدول حكينا عنهم. اوكي هلا شو انواع هدول البروتينز؟ في عندي نوعين، في عندي البريفيرال وفي عندي الانتجرال. البريفيرال اسمه اسمي اكسترنسك، يعني هن شو بيكونوا على الطرف، يا اما مايل من جهه برا يا اما من جهه جوا. هن بيشكلوا عاده ثلث انواع البروتين، ثلث البروتينز اللي موجودين بالممبرين
بالبلازما برين. هلا عم بيعملوا هيدروفيليك بايندينج مع الترافون مع البولر هيدز اللي موجودين على الليفلت, يعني على اللاير ليفلت, يعني لاير قصدي فيها. اوكي فهذا الشيء بشكل لي سهولة انشيلهم, يعني في زدت لهم شويه كيميكلز يفصلوا لي هودر بونز اللي موجودين وبشيلهم. كيف يعني؟ هي بس ارسله ارجع لنطرنا هنيك. اوكي فرضا انا عندي هذا هو الممبرين, اوكي هذا الممبرين ومنزلين التيت صوريته, هذا على الاوتر ممبرين, هذا هون من جوا هيك. اوكي فهودر البروتينز ممكن يكونوا موجودين من هالميله او من هالميله, يعني ممكن يكونوا هيك معلقين مثلا هيك او هيك. اوكي على الاكسترنسيك بارت بيكونوا عاملين هون مثل هيدروفيليك انتراكشنز مع الهيدز, فانا في زدت الشي كيميكال هون تدوب لي هذا الانتراكشن وبفصله من البروتينز. اوكي يعني ايزي تو بي سيبريتد من الممبرين. اوكي هودا هن الاكسترنسيك بروتينز. هون في كاتبين نوت البريفيرال بروتينز ذا سيتوبلازمك سايد ارت. اوكي هون بس عم اقول لكم نوت صغير برجع بشدد عليها الفكره, انه هو الاكسترنسيك بروتينز اللي موجودين من جهه السيتوزوليك بارت, يعني من جهه السل من جوا, اوكي مستحيل يكونوا جلايكوزيليتد. نرجع نشدد عليها هذه الفكره لانه ممنوع يكون في عندها شوجر من جوا. اوكي طيب ثاني نوع من انواع البروتينز اللي هو الانتجرال بروتينز او مسمين انترنسيك. شنو انتجرال؟ يعني بيخترقوا بفوتوا. اوكي اللي هن بيشكلوا لي النسبه الاكبر من البروتينز. تمام شو في عندي انواع؟ عندي ثلاث انواع منهم. هلا انا ما كنت كلمتهم هودي, هلا زدتهم اللي هن مونوتوبيك وبايتوبيك وبوليتوبيك. ما راح هن اسماء مبينه. هلا مونوتوبيك ايش يعني؟ يعني بيخترقوا الممبرين مره بس, بيخترقوا مش الممبرين, صار بيخترقوا اللاير مره, يعني وان لاير. يعني نرجع نرسم الرسمه حتى اوضح لكم اياها. بكون عندي انا هذا ال هيدا الهيد هيك. اوكي فطور ده هودي. طيب شو يعني اول شيء مونوتوبيك؟ مونوتوبيك اسمه مونو, يعني بيخترقوا بس هيك هذا بروتين مثلا, اخترق بس اول لاير ما كفى على الثانيه, يعني فيكم تعتبروا اخترق نص البلازما مبرين, هذا المونوتوبيك. البايتوبيك والبوليتوبيك اللي يعني هن يعتبروا اثنينهم ترانس, لان اثنينهم بيخترقوا الممبرين كله. اوكي البايتوبيك يعني بيخترق اثنين لايرز, هيها فات كلها, فاتها كلها هيها من هون لهون. اوكي هذا بنسميه بايتوبيك. البوليتوبيك هو بفوتها كلها, اوكي بيرجع بلف وبيطلع, يعني فايتها مرتين او ممكن من ثلاث مرات. اوكي فبيفوتها كذا مره, يعني بفوت وبيطلع بفوت وبيطلع, بس هو ذاته البروتين مش قصده بفوت وبيطلع مره, بفوت ومره بيطلع بيمشي. لا مش قصده, قصدي بيمشي, قصدي يعني هو هيدي اللاير كلها, هيدي اللاير هيك بيقطعها كلها وبيرجع بلف وبيطلع. فيكم تعتبروه مثل حرف اليو مثلا. اوكي شكيتوا شغله بقلب التراب وطلعتوه ميله ثانيه, هذا مثل هيك يعني بفوت وبيطلع. اوكي ان شاء الله تكون وضحت لكم الفكره, ان شاء الله تكون في عندي فكرة اصلا افرجيكم اياها. اوكي هلا فاصلا هيد انتم برايكم فكروا فيها. عندنا نحن بالنص في عندنا هيدروفوبيك تيلز لتعيط الليبيدز, كيف البروتين بده يفوت فيها؟ مع تهودي بالمنطقه السايد تشينز تاع هودي البروتينز حيكونوا نون بولر, حتقدروا يعملوا هيدروفوبيك انتراكشنز مع مين؟ مع الهيدروفوبيك تيلز اللي موجودين بالبلازما برين, صح ولا لا؟ يا ليكو ساتورج قلت لكم صح هي حفظ, بس في اشياء بالمنطقه ببين معكم, يا هي بدون ما اقول لكم اياها لازم تعرفوها انتم. انا نحن هنا وهو سايد تشينز, سايد تشينز هن الراديكال جروب الار اذا بتذكروها تاعت الامينو اسيد, يعني قصدي فيها ما هو شو بيكون نون بولر, حتى يقدروا يعملوا انتراكشن مع الهيدروفوبيك ريجن. اوكي هذا مش مطلوب هلا هالسنه لغا. ها عنا صوره هلا كثير تمام. طلعوا مثلا هذا شو بنسميه؟ هذا بنسميه الانتجرال بروتين, بس هذا شو مونوتوبيك. اوكي ليش مونوتوبيك؟ عشان اخترق بس شوي. هذا شو بنسميه؟ هذا مسميه اكسترنسك, ليش انا ما اخترق ابدا, عامل بايندينج بس مع البولر هيدز. هذا شو مسميه؟ هذا فايت مره ورا اثنين مره بس, هذا انتجرال مسميه, بس اي انتجرال هذا باي باي توبيك. هذا شو مسميه؟ هذا مسميه بولي توبيك, عشان فايت مره هلا هو حعتبره انا موصول من هون طالع. اوكي مش حعتبره هون فاضي تشانل. اوكي تمام نجي هلا لفكره الممبرين كربوهيدرات, هو اخر كونستيتوينت للممبرينز. طبعا الكربوهيدرات هن اقل شيء موجودين, هن بيكونوا موجودين على ميله الاكسترنال بارت من البلازما ممبرين او اي ممبرين حتى. خليني نكون دقيقه, خليني بس بالبلازما ممبرين لانه باللايزون حتشوفوا انه في من ميله جوا ممكن, بس لنكون دقيقين حنقول بس بالبلازما ممبرين. اوكي من ميله برا بهذا الشيء بيفرموني بيعملوا لي فورميليشن لمين؟ للجلايكوكاليكس. فاذا طبقت الشوجر يلي موجوده من برا برات البلازما مبرين هم سميها جلايكو كاليكس. كيف البكتيريا عندها كبسول؟ نفس الفكره هون, بس هذا مش كبسول اكيد لا. They are oligo polysaccharides, يعني ممكن يكونوا كمان هن جلايكوليبيدز او جلايكو بروتينز. اوكي شو فانكشنز تبعتهم؟ اهم الفانكشنز اول شيء بيعملوا البرميابيلتي, انه بفوتوا بالاندوسايتوسز وبالحتى بالريسبتس ممكن يلعبوا دور.
ممكن يلعبوا دور الانتيجين، ممكن يلعبوا دور الاي بي او سيستم، حتى بعض الاي بي او سيستم بيكونوا عبارة عن جلايكوبروتينز او جلايكوليبيدز. سيل ريجوليشن امين سيستم، دي مثل الاتش ال اي او اتش سي. عنا ميكانيكال رول اللي هو خاصه بالبروتكشن، قلنا مثل فكره الكبسول تقريبا، فيكم تعتبروه مثل فكره الكبسول بس هي مش هيك يعني. بتعطيها ريجيديتي صلابه، لانه كل شيء كربوهيدرات بيكونوا ريجيد عاده. طيب نجي هلا للاسيمتريكال ديستريبيوشن. اوكي خلصنا كل الكومبوننتس للبلازما برين، قلنا اتفقنا هو مؤلف من ليبيدز، من بروتينز ومن كربوهيدرات، واتفقنا اهم شيء الكربوهيدرات هو موجودين من جهه برا اكسترنال لاير. طيب نجي لكاركترستكس للبلازما برين او اللي هي ليبيد بايلير، هي اول وحده معنا بتبلش الاسيمتريكال ديستريبيوشن. كلمه اسيمتريكال ديستريبيوشن شو يعني؟ طبعا هلا قايلين اهم وحده بتميز لي اياها انه في عندي توزيع بالكربوهيدرات من برا بس من جوا ما في. شو في عندي بعد برا؟ في عندي الفوسفاتيد الكولين اللي هو عباره عن فوسفوليبيد، عندنا السفينجوميلين وعندنا الجلايكوليبيد مثل ما اتفقنا. اوكي من جوا شو في عندي؟ عندي كل البقايا غير فوسفاتيد الكولين، تعال نعرفهم: فوسفاتيد الانازيتول، فوسفاتيد الايثانولامين، فوسفاتيد السيرين. اوكي هاي الصوره عم تفرجيني انا الاسيمتريكال ديستريبيوشن بقلب البلازما ممبرين، الكو نظر هيك عليها على السريع ما مشكله، ما انا كثير مهمه. طيب نجي للبارت المهم اللي هو الفلويديتي للبلازما ممبرين. البلازما ممبرين هو منه ثابت، بضله ان موشن، اتس ان بيرمننت موشن. اوكي طب شو العوامل اللي بتاثر على هذا الموشن تبعه؟ ليش بيزيد مره مره بينقص مره؟ يعني في عندي ريجوليشن فيها. طيب من بلش اول فاكتور اللي هو مين؟ التمبريتشر. تخيلوا معي انتم حفظوه انتم كفهم، ما بدي اياكم تحفظوه ببغائيا. التمبريتشر بس تزيد شو بصير بالبلازما ممبرين؟ اعتبروه هو دهون، كان الدهن دابت، لما تدوب الدهن شو بصير؟ بيسيخ، فالفلويديتي بتزيد. اوكي فلويديتي يعني تحرك الموشن تبعه بيزيد، صح ولا لا؟ بالعكس صحيح كمان، والعكس صحيح، لما تقل التمبريتشر بيجمد الدهن، بتجمد بتصير هيك انه جامده ماسكه على بعضها، فالبلازما برين بيجمد. عرفتوا كيف؟ مش بيجمد انه يعني بيصير سوليد اكثر بهالمعنى. فاذا الفلويديتي هي بروبورشنال للمين؟ للتمبريتشر. بتزيد التمبريتشر بتزيد الفلويديتي، بتقل التمبريتشر بتقل الفلويديتي لانه بيجمد. تمام هيني ما بدي شي بس هيك حفظوا انتم. طيب نجي لللينث. لينث والساتوريشن للفاتي اسيدز اللي موجودين، اتفقنا الليبيدز اللي موجودين بقلب البلازما برين في عندهم فاتي اسيدز، هودي كمان بيأثروا على الفلويديتي. كل ما كانت الفاتي اسيد التيل تاعورا، يعني هي التيل، هي اصلا الفاتي اسيد هي التيل يعني قصدي فيها، كانت اقصر كل ما كان الفلويديتي اعلى. ليش؟ بالمنطق تفكروا فيه. عندكم هون هيدي فاتي اسيد طويله، هيدي فاتي اسيد قصيره، كل ما كانت اقصر تتمرجح الفاتي اسيد اكثر، انه عنده فلويديتي انه تتحرك اكثر. عرفتوا كيف؟ هيك تخيلوها انتم حتى هيك تقرب الفكره لراسكم تحفظوها اسرع انه ما تنسوها. فاذا كل ما كانت الفاتي اسيد التيل تاعيتها اقصر، كل ما كان الفلويديتي بتزيد. تمام كمان شغله ثانيه، كل ما كانت الان ساتوريشن للفاتي اسيد عم تزيد، كل ما كان فلويد اكثر البلازما ممبرين. كيف يعني ان ساتوريشن؟ يعني كل ما كان في عندي دبل بونز، ما كل دبل بونز بالكيمستري بيعمل لي طعجه هيك بيقربها، يعني بيفتلها بيعمل لك كوع. انتوا تخيلوا عندكم هيدي الهيد وهذا التيل. اوكي كل ما كان هذا بقلبه دبل بوند، بس هي كانت ماشيه هيك بدل ما تكون هيك. اوكي عمل لها طعجه ام قصرت، صار في هون فراغ، فصار في يتمرجح الفاتي اسيد. عرفت كيف؟ او الليبيدز والبروتينز والخبريات يعني بهالمعنى قصدي فيهم. اوكي هو فيكم تحفظوها، هلا انا عم جرب اقول لكم اياها هيك انه سهل علي سهل عليكم حفظها بس مش اكتر، بس انتم فيكم تحفظوها بطريقه بدكم اياها. فاذا اللينث للفاتي اسيد هو انفيرسلي بروبورشنال للفلويديتي، يعني كل ما يزيد اللينث للفاتي اسيد كل ما بتقل الفلويديتي، وكل ما يقل اللينث كل ما بتزيد الفلويديتي. اما الساتوريشن فهو بروبورشنال، يعني كل ما كانت انساتوريتد الفاتي اسيد، كل ما كان عندي فلويديتي زياده، كل ما كان عندي less unsaturation، يعني كل ما كان بمعنى كل ما كانت ساتوريتد اكثر، كل ما بتكون هي في عندي less fluidity. تمام هيك conclusion. هلا في نقطه صغيره هون، عاده البلانتس اللي بيكون مثلا بس تكون طقس بارد وهيك اشياء بيكون عندهم هاي unsaturation بالفاتي اسيد، كل ما يعمل يعني البلازما برين هو بالبرد بجمد، متفقنا هلا بس تزود الحراره بجمد. طب انا كيف بدي؟ هو ما لازم يجمد البلازما برين ولا بتموت السل، هو دائما لازم يكون impermanent motion. فكيف ببطي هالجمد يعني، او بخلي شوي هيك انه احسن فلويد اكتر؟ بزيد الانساتوريشن ديجري. اوكي
تالت فاكتور اللي هو الاماونت اوف كوليسترول. طبعا الكوليسترول بيلعب دور الباي دايركشنال ريجوليتر، يعني اذا عادي مثلا اعطيك اكزامبل لخلاصة القول، بالتمبرتشر عالية التمبرتشر صار عندي فلويدتي كتير، ما بدي انا يسيح البلازما برين، فشو بعمل؟ بكتر كوليسترول، بقوم كوليسترول بيجي هيك بيلقطوا للبلازما برين، بيكمشوا بيجمدوا، حتى ما مش بيجمدوا على الاخر، قصدي انه بينظم له الفلويدتي، بيعمل ريجوليشن لها حتى ما يسيخ على الاخر. والعكس صحيح، بس توطى التمبرتشر كتير توطى بيقوم بيجمد البلازما برين، ما بدي يجمد وقلب بيوقف الفلويدتي تاعيده وهوب راحت الخليه، فبقوم بيجي الكوليسترول شو بيعمل؟ هيك بيزيد له، يعني بيرخي له اياها، بيرخي البلازما برين حتى يكون فلويد اكثر، تمام؟ فاذا هو بيلعب دور الباي دايركشنال ريجوليتر. اوكي، هلا كونكلوجن كلهم موجودين بهالتيبل، ان التمبرتشر هي بروبورشنال للفلويدتي، كل ما تزيد التمبرتشر بتزيد الفلويدتي، والعكس صحيح. اللينث الفاتي اسيد هو انفرسلي بروبورشنال، كل ما يزيد اللينث الفاتي اسيد كل ما بتكون بتقل الفلويدتي. النمبر اوف انساتوريشن او هن دبل بوندز، كل ما يكون عندي دبل بوندز اعلى، يعني عندي انساتوريشن ديجري اعلى، بيكون عندي فلويدتي اعلى. اما الكوليسترول بيلعب دور الباي دايركشنال ريجوليتر حسب التمبرتشر او حسب شو عندي بالشو الشيء عم ياثر الفاريبل على الديجري اوف على ال بدنا نعرف نحكي عن الفلويدتي، فلويدتي للبلازما برين. اوكي، هلا اخر فكره بهذا لا مش اخر فكره، بعرف افكر ثاني صارت حمص طبعا. طيب المومنت اوف ممبرينز اوف سوري الكونستيتوينت اللي موجوده بالممبرين، في عندي الليبيدز والبروتينز بيقدروا يعملوا يتحركوا. كيف بيتحركوا؟ شو الطرق اللي بيتحركوا فيها؟ في عندي كذا وحده، مثلا الليبيدز، الليبيدز قادرين يعملوا ديفيوجن بطريقتين، يا اما سمبل ديفيوجن او سوري لاترال ديفيوجن. يا ربي لاترال شو يعني؟ يعني على الجوانب، هي بتعرفوها انتم. فبصيروا الليبيدز بنطنطوا على نفس اللاير، انتبهوا نفس اللاير بنطنطوا حد بعض، عرفتوا كيف؟ هيدي كتير موجودة بالبلازما ممبرين. كيف يعني؟ أعطيكم مثال بس حتى أفرجيكم كيف صورتها. هذا الممبرين مثلا، أوكي، هيدي هون اللاير التحتانية، بتقوم هيدي حبة البداية هيدي الليبيد بتنط من هون لهون تجي، بس مش بتنط لهون تنزل، لا بس من نفس اللاير. انتبهوا هيدي اللاير الفوقانية، هيدي هون اللاير الفوقانية، هيدي اللاير التحتانية، بتقوم هيدي بتجي من هون لهون، تتنقل من هون لهون هيك، عم تتنقل عند أخواتها. أوكي، هي بنسميها lateral diffusion. أوكي، هيدي كتير موجودة عادة بالبلازما ممبرين. بعكس الفليب فلوب موفمنت يلي هي اسمها فليب فلوب، عم بقلب، يعني في عندي انا هون هيدي حبه لاير مثلا، هيدي حبه ليبيد بتنط من هون تنزل لتحت، اوكي بتبدل مثلا وحده من هون بتطلع لفوق، يعني هون مثلا عندي تبادل باللايرز، يعني وحده من حب من لاير فوق ليبيد من لاير فوقانيه نزلت لتحت او العكس صحيح. اوكي، هيدي بدها انرجي، بدها انزيم اسمه فلاي بيس او فليبيزز بنسميهم، هنا بيروحوا بيعملوا هيدا الموفمنت. هي بتكون موجوده بس مش كتير، يعني هي رير عاده. اوكي، وما انا كثير سريعه لانه بدي انرجي، قلت لكم يعني صعبه. ليش بدي انرجي برايكم؟ يحذركم، يلا الشاطر يحذر، عملوا ستوب للفيديو واحذروا لي ليش. اوكي، حقولها هلا بس بتمنى ان تكونوا عرفتوا انتم مثل ما اتفقنا، لانه عندنا نحن في الليبيد اتفقنا في عنده بولر هيد ونون بولر تيل. انا اذا بدي هيدا اقلبه امسكه اقلبه وفوته لتحت بدي امرق بالهيدروفوبيك بارت، صح ولا لا؟ هيدا الهيد بدي يمرق بالهيدروفوبيك بارت، فبده انرجي حتى مرقه فيه، اغرسه وقلبه لحتى يفوت يقلب لتحت، يعني يصير راسه لتحت واجريه لفوق. اوكي، ففكر لنا نرجع لفكره الهيدروفوبيك والهيدروفيلك، عجبت اللي حزه برافو عليه. طيب نرجع للموفمنت الثاني اللي هو روتيشن. روتيشن اسمه شيء يعني بيبرم، يعني هو بيكون الليبيد واقف هيك، اوكي بيكون الليبيد هيك واقف فوق اجريه بيبرم حوالين حاله هيك، بس بيبرم كان واحد عم يدور حوالين حاله. روتيشن فلكسيبيليتي، فلكسيبيليتي يعني عم يتمرجح، بيكون ليبيد هيك بصير هيك انه تخيلوا انه بدا اجره بصير انه هيك، يلا انت عبير اللي بستخدمها بالبيولوجي. المهم كل هذا في سبيل انه بس اوضح لكم الفكره، بيكون عنده هيك بصير بدندنه بيتمرجح، اوكي بيعمل سوينجينج يعني. طيب البروتينز هالمره عنده لاترال ديفيوجن وعنده روتيشن. طيب نرجع نسال سؤال، يلا يا حذركم، ليش ما عندهم فليب فلوب موفمنت؟ انا حطيتهم هون. خلص يلا شفتوا الجواب، يلا ما مشكله. طيب هن عندهم ما عندهم الفليب فلوب موفمنت ليش؟ لانه ما نرجع نقول اتفقنا البروتينز كلهم هيدروفوبيك، هيك هيدروفيلك سوري، يعني البارت اول كله هيدروفيلك، بالذات اذا كان انتجرال بروتين. اذا بدي ابرم وفوته هون اول شيء حلاقي صعوبه كتير اني فوته، لانه هو قلت لكم هو هيدروفيلك. وشغله ثانيه كتير كتير مهمه، البروتين عنده فانكشن محدده بالممبرين، فاذا قلبته غيرت له الفانكشن، صح ولا لا؟ اعطيكم اكزامبل، ريسبتر، الريسبتورز مثلا نفترضوا هن موجودين على ال يعني الاكسبتور هو الاساس اللي تمه، يعني الكونفورميشن اللي حتتغير هي موجوده من برا. جيت انا مسكته هذا البروتين، مسكته من برا حطيته جوا، شو صار بالريسبتور؟ بطل في ريسبتور اصلا، يعني بتتجي الموليكيول مثلا بتعمل بايندينج عليها، افترضوا انتم هذا الممبرين
هذا اللاير الاولانيه، هاي اللاير التحتانيه، وهون سيتوزول. اوكي هذا سيتوزول هون. انت انا شو عندي انا هون؟ في عندي بروتين هيك، هذا اكسترنسيك بروتين، هو ريسبتور تبعه. اوكي يعني افترضوا فايت شوي لجوا، هذا ريسبتور لهرمون معين. هذا عامل فليب فلوب ونزل لتحت، صار من هالميله، بعد قادر يلعب دور الريسبتور؟ في شي مره شفت ريسبتور هيك يعني بالقلب؟ هو شو بدي اعمل؟ هو المركز حيكون الهرمون جاي من هون ولا من برا؟ من البلاد ستريم حيكونوا جايين. عرفتوا كيف شو الفكره قصدي فيها؟ فالبروتينز ما فيهم يعملوا فليب فلوب موفمنت ابدا، بس عندهم لاترال ديفيوجن، هو بيمروا هيك باللاير بنفس اللاير بس بيتحركوا يعني، وروتيشن بيبنوا هيك حوالين حالهم بس. هي طيب نجي لاخر فكره بهذا البارت، بقرا بعد فيديو وبخلص هذا التشابتر، اللي هو الترانسبورت بالممبرينز. اوكي بالبلازما ممبرين جمالهم. طيب في عندنا نوعين، في عند الباسيف ترانسبورت وفي عند الاكتيف ترانسبورت. الباسيف ترانسبورت هو ما بدي تفوتوا فيه ديتيلز هالخبريات او تلغوا، بس عرفوا رح اقولهم هلا. الباسيف ترانسبورت هو بيكون ما بده انرجي، doesn't need energy، وهو بيكون بيعتمد على الكونسنتريشن. اوكي بعكس الاكتيف، الاكتيف ترانسبورت لا بده انرجي وما يعني ممكن يمشي عكس الكونسنتريشن. اوكي طيب شو نوع الباسيف؟ هو اهم خاصية لازم تعرفون انتو هلا. simple diffusion اللي هو بيكون عندي simple عادي من high concentration للow concentration دايما. الفاسيليتد diffusion كمان نفس الشيء بس عادة بيكون لبولر موليكيز بس كبار شوي. اوكي في عند الاوزموسيس، الاوزموسيس هيدا لازم تعرفوه كمان، الاوزموسيس خاصة بالمي. اوكي بالمي في عندنا ثلاث انواع من solutions، في عند الهايبوتونيك، في عند الهايبرتونيك، وفي عند الايزوتونيك. الهايبوتونيك هو لما يكون عندي مي كتير وصلتس قليل، كمية الصلتس الكونسنتريشن الصلتس قليل قليل بالأحرى. الهايبرتونيك هايبر يعني كأنهم هايبر مع أنه في عندها كتير. أوكي في كده تعبروها هيك حتى تحفظوها. هايبر لا بيكون عندي مي قليل بس صلتس كتير. آيزوتونيك في عندي إكوليبريوم بين الصلتس والمي، أوكي في عندي حالة من الإكوليبريوم تمام، وعادة هذا الصلت سوليوشن مرجح يعني يكون أحسن شيء. طيب الأوزموسيس كيف بتصير هذا الديفيوجن؟ شو خاصة بالباسيف؟ بالأوزموسيس عادة المي تنتقل، دايما حفظوها المي هي تنتقل مش الصالتس، الصالتس ما بينتقلوا أبدا، المي هي تنتقل، بتنتقل من الهايبوتونيك مطرح ما عندي مي كتير للهايبرتونيك مطرح ما عندي مي قليل. أوكي لازم تعرفوها، هي بتجي بالامتحانات تمام، بس هيك عارفوا أكتر هيك لا. فإذا عندي أنا سوليوشن هايبوتونيك وهايبرتونيك، من وين لوين حتروح؟ من الهايبوتونيك للهايبرتونيك مطرح ما عندي مي كتير مطرح ما عندي مي قليل، حيصير في عندي نوع من أنواع الأيزوتونيسيتي. اوكي يعني يصير عندي ايزوتونيك اكوليبريوم تمام، بس هيك عرفوا بهذا السلايد. طيب نشل السلايد اللي بعد اللي هو الاكتيف ترانسبورت، اتفقنا انه هو بده انرجي. في عندي نوعين، في عندي البامبس وفي عندي الفاسيكلز. اوكي البامبس شو هن؟ اخذناهم كثير مقلين على راسنا، هن يلي بيكونوا هن اول شيء بدهم انرجي اكيد، مثل صوديوم بوتاسيوم بامب فردم، تيجي حبه صوديوم او كذا حبه صوديوم بيعلقوا عليها للبامب، بتقوم بتغير الكونفورميشن تاعتها، بتقلب بتكبهم لجوات السيتوزول مثلا، ترجع بتغير حالة بتطلع لفوق. عرفتوا كيف؟ بس لكم نوت، شو الفرق بين الشانل والترانسبورتر او البامب؟ الشانل تجي مثلا due to the conformation change بالconformation تاعيتها بتفتح بتضلها فاتحة، يعني بصير في عندي continuous هيك انه يفوتوا الموليكلز لجوه، ده يفوتوا حتى يصير في عندي شيء نوع الإكوليبريوم او شيء معين وبتسكر، او شيء سيجنال معينة بتخليها تسكر. اما البامبس لا، البامبس كل ما بدها تفوت حبات بتصير تتغير كونفورميشن، يعني افترضوا مثلا تفوت 3 حبة صوديوم البامب، بتقوم تمسك 3 حبة صوديوم بتغير كونفورميشن لحالها، بتقلب بتفوتهم على سيتوزول، ترجع بتغير حالها، ترجع بتقلب بتفتح. عرفتوا كيف؟ يعني كل ما بدها تفوت شغله بدها تغير الكونفورميشن تاعيتها، هي الفرق بيناتهم. اوكي الفاسيكلز، الفاسيكلز هو لما نغلفهم انا، في عندي نوعين، في عندي الاندوسايتوسس في عندي الاكزوسايتوس. اكزو شو يعني؟ يعني اكزوسايت يعني لبرا عم طلع شيء من السل، يعني هو كان ستورد بقلب السل طلعته لبرا بفاسيكلز. الفاسيكلز عند بيكونوا ليبيد، انه في هن بيكون نوعيتهم ليبيد. اوكي حتى يعملوا فيوجن مع البلازما ممبرين بس بدهم يطلعوا مثل النيورو ترانسميترز، في بعض النيورو ترانسميترز مثل الامين اسيدز النيورو ترانسميترز بس بدهم يطلعوا من السبب بنعملوا باي اكسايتوسز. اوكي حتى يطلعوا هن بدهم يطلعوا، هن عباره عن بودر موليكلز، كيف بدهم يفوتوا بالهايدرو؟ بنرجع على فكره الهايدروفوبيك بارت من البلازما ممبرين، كيف بدهم يخترقوها؟ ما فيهم، فبغلفهم بشيء بيحبوا البلازما ممبرين اللي هو الليبيد، بيمرقوا عاده بيمرقوا عبد الهايدروفوبيك بارت وبينزلوا لبرا. اوكي هو بنسميه اكزوسايتوسيس، اندوسايتوسيس العكس، يعني فوت شيء من برا لجوا باي فاسيكلز. خي خلصنا اول بارت من هذا الدرس، بعد في فيديو بصوره ومخلص الدرس. يلا باي، بشوفكم بالفيديو الجاي.